الرئيس الأمريكي طلب من الكونغرس تفويض بالحرب على الإرهاب في العراق وسوريا وخارجهما. احنا النهارده يعني عايزين يورطونا في مستنقع ليبيا وما يجري فيها الآن، او ان احنا ندخل بقى في خارجهما دي. لا احنا بص احنا انا عايز اسال حضرتك لا لحد الى حد ما، يعني هل يمكن اعتبار ما حدث بداية لتنسيق مثلا مع جميع الدواعش اللي ممكن يلاقوهم هنا في مصر في حتت كتير، في شوارع وفي أحزاب سلفية وفي وفي، ليه يعني حاجة شبيهة بما حدث مع مسيحي سوريا والعراق مش قلقان من كده؟ قلقان من كده. طب أقول أسألك سؤال، ال 12 ألف اللي راحوا ليبيا دول طلعوا إزاي؟ يعني ده سؤال موجه لوزارة الداخلية. ال 12 ألف الداعشي المصري، هما بيقولوا احنا مصريين امبارح قالوا هذا الكلام، يعني موجودين في ليبيا، في ليبيا طلعوا ازاي ال 12000 دول؟ واخد بال حضرتك الموجودين في سيناء، بقول لحضرتك ان لا يعني واحنا والله هنكون سعداء لما يطلعوا، بس مش هنكون سعداء لما يدخلوا. انا هي دي المشكله حاليا. بصي انا عشان الامن القومي المصري، وده بصرف النظر عن اللي موجودين في ليبيا ومش موجودين في ليبيا، لا بيتطلب ان انا احمي الامن القومي المصري سواء من الحدود الغربيه او من الحدود الشماليه او من الحدود الشرقيه، لا لابد ان يكون هناك ضربات استباقيه للمعسكرات الموجوده قرب السلوم والمعسكرات الموجوده على قطاع غزه. بصي اقول لك حاجه، يعني انت شايف ان الحادث ده ممكن يدفع مصر للتدخل بصوره اكبر؟ مش هتدخل، لكن احمي في الازمه الليبيه، احمي حدودنا على الاقل. طب اسمح لي، معانا السفير بدر عبد العاطي. سعاده السفير اهلا بيك، متحدثا باسم وزاره الخارجيه السفير بدر عبد العاطي. نتمنى حضرتك تكون تابعت معانا لقاء اهالي المختطفين في صملوط في محافظه المنيا، والحقيقه هم زعلانين من حضرتك وبيقولوا انك انت قلت لهم انه ما ورناش غيركم، وانه في حاجات تتقال وحاجات ما تتقالش، وكان لينا عتاب على حضرتك اذا كان الكلام ده فعلا كان مظبوط. لا اولا احنا انا بكلم حضرتك هنا من مقر الهيئه العامه للاستعلامات، واحنا في خليه الازمه مجتمعين الان. انا سبت الاجتماع وخرجت عشان ارد على حضرتك. هذا الكلام لم يحدث على الإطلاق. وزارة الخارجية هي الوزارة اللي التقت بأسر وأهالي المختطفين من أبناء مصر وتواصلنا معهم وكنا بنطمنهم وفق المعلومات اللي عندنا. طب حضرتك دلوقتي احنا في اليوم دلوقتي ال46 لهذه الأزمة، هل ممكن حضرتك تقول لنا نتائج التواصل المكثف ده؟ يعني وصلوا لإيه؟ ممكن نقول إيه؟ لابد أن حضرتك تعرفي إن طبعًا الوضع بالغ التعقيد على الأرض. طبعا أنا عارفة، ليس هناك تواجد رسمي على الأرض، الدولة كلها بأجهزتها مهتمة وفي اتصالات مستمره وفي خليه الازمه اجتمعت. ايوه يا فندم، ما احنا بنقول لحضرتك بس عشان نطمن، سيتم الاعلان عنها في خلال الفتره القادمه. يعني الفتره القادمه دي اللي هي قد ايه يا فندم؟ اليوم النهارده يعني ان شاء الله، وكل المعلومات المتوفره احنا بنعلنها تباعا. طب ممكن يعني حضرتك تدينا بعض المعلومات؟ ارجوك خلينا نكمل لو سمحت. اتفضل. يعني ارجو ان احنا يعني المشاعر احنا نتفهمها تماما، انما لابد ناخد في الاعتبار ان الوضع انت ما عندكيش وجود خالص هناك رسمي، الدوله كلها بتتحرك، ده مش وزاره الخارجيه فقط، الدوله بجميع مؤسساتها واجهزتها مجتمعه الان واجتمعت بالامس وبتتداول في نقاط محدده، وبيتم التواصل مع أصل وأهالينا من المختطفين لإحاطتهم علما بما يتم اتخاذه بالفعل من إجراءات للتعامل مع الوضع الآن على الأرض. لازم حضرتك تبقى عارفة إن ما فيش، ليس هناك معلومة مؤكدة حتى الآن، يعني ولا خبر الإعدام ده لم يتأكد على الاطلاق، ولذلك لابد من احنا نتحرى الدقه، نتحرى الموضوعيه، يعني حتى الان لا يوجد هناك اي معلومه مؤكده لدى السفير. سعاده السفير تؤكد حدود مشكلة بقى. اي سعاده السفير اعدام للمختطفين. سعاده السفير ما ينفعش بعد 45 يوم نقول ما فيش ولا معلومه واحده مؤكده، لابد يكون عند حضرتك معلومه تقولها لنا. ما فيش، صعب جدا، احنا ما بنتكلمش بمصر فقط، يعني طيب. في حالات اختطاف تمت لدول كبرى ودول عظمى. اسمح لي سعاده السفير، ولم يكن لدي معلومه. انت بتحاربي عدو موجود على الارض
في منطقة بها حالة فوضى، لا يوجد سيطرة للحكومة الليبية، الحكومة المركزية لا يوجد أي تواجد هناك، وهذه الجماعات الإرهابية هذا هو هدفها، هدفها نيل من الدولة ومن صورتها والتأكيد على أنها تقوم بهذه العمليات لبث الترويع في نفوس المواطنين. فعلينا أن نتحدث بالموضوعية. أنا بأؤكد طب سعاد سفير معاك السفير، يعني الدولة كلها مستنفرة تماما للتعامل مع هذا الوضع. حضرتك بتقول 45 يوم في اتصالات مكثفة مع الجانب الليبي على المستويات الرسمية وغير الرسمية، احنا بنقول لحضرتك بس ادينا شيء من نتيجة هذه الاتصالات المكثفة، لان في اهالي بعد 45 يوم وشافوا عيالهم بلبس الاعدام. كلامنا يبقى موضوع، انت ما بتتكلميش حضرتك في دولة عادية، دولة فيها حكومة مركزية. يا فندم انا فاهم حضرتك وضحت الدولة، ارجوكي خليني اكمل. والله العظيم انا خليت حضرتك قلت كل الكلام، اسمح لي بقى اسمعني. الحكومة المركزية لا تسيطر، في جماعات إرهابية تستقطع أراضي ولا ومن غير معلوم، ولا يوجد تواجد هناك على الأرض، ففي مشكلة معلومة، في تواصل زي ما ذكرت مع كل الأطراف الرسمية وغير الرسمية، وحتى الآن المعلومة اللي عندي اللي بقولها لحضرتك لا يوجد لدينا ما يؤكد إن تم تنفيذ أحكام الإعدام. طب الأطراف الغير رسمية يا فندم اللي هي إيه؟ القبائل يعني مثلا المتواجدة هناك؟ نعم، في 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 مش هينفع أخوض في التفاصيل، في أجهزة يا سعد سفير، في تواصل يا سعد سفير، في تواصل. طيب هستأذنك يا سعد سفير، هستأذنك. طيب أستاذ نجيب إبراهيم عايز يتكلم. يا سعد سفير يا دكتور، ازاي حضرتك؟ انا عارف سعادتك بتبذل مجهود. حضرتك يا دكتور من داخل لجنه، بس كان تليفون حضرتك مقفول. يا سعد سفير، انا عارفك بتبذل مجهود والخارجيه لا تقلو اي جهد، واحنا انا متابع معاك يوميا، مش اسبوعيا، يوميا بل كل ساعه. بس سعد سفير، طب المعلومه بتاعت امبارح دي الناس هتاخدها من فين؟ سواء نفي تاكيد او نفي، الناس هتاخدها من فين؟ الناس اتجننت، الوزاره مش عارفه ماتوا ولا ما ماتوش، احنا مش عارفين. طب هناخدها من مين يا سعد سفير؟ سليم يا دكتور، وانا بتفق مع حضرتك، انما لا يستطيع اي متحدث رسمي ان يقول شيء دون وجود معلومه مؤكده. انا اللي باكده لحضرتك حتى الان لا يوجد ما يؤكد ان هم حصل لهم مكروه حتى الان، وبالتالي هذه الصور بيتم من جانب الاجهزه المعنيه بيتم دراستها، زي ما حصل في حوادث سابقه لدول اخرى، بتشوف الصوره، بتشوف البعد الطبوغرافي فيها ده موجوده فين، يعني مش عايز ادخل في تفاصيل يعني قد تضر يعني، انما الكل الدوله، انا باكد لحضرتك يعني هذا ليس شان وزاره الخارجيه فقط، طبعا الدوله كلها بتتحرك بكل وزاراتها بكل اجهزتها طبعا، ولكن سعاده السفير للتعامل مع هذا الموقف.